صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على حضرتك، مبسوط قوي ان انا موجود قدام حضرتك النهارده. صباح الخير على كل السادة الحضور. صباح الفل. انا هاني حتحوت، اعلامي رياضي. صباح الخير سيادة الرئيس، انا اسمي فريده محمد صلاح، عام 6 سنين وفي سنة اولى. صباح الفل يا ريس، انا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنة، متحدي إعاقة ذهنية، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، وحلمي أبقى محلل كروي لأن أنا بحب كرة القدم. بيحب كرة القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف إيه النظام في قصة المحلل الكروي ده. اتفضل. إيرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون في هو... الكاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينغهام. جود بيلينغهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضيه كتيره قوي ما بين انديه ومنتخبات، ايه اكتر احداث انت مستنيها الفتره اللي جايه وايه توقعاتك ليها؟ مستني الأشنطة الدولية بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد اهو، العميد ورانا اهو، الكابتن حسام حسن. ايه رأيك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وايه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم ابويا الله يرحمه ان هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لأن حسام حسن لكل أسطورة تاريخ ولكل تاريخ أسطورة، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني إيه كلمة منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وإن شاء الله هياخد أمم أفريقيا وهينافس على كأس العالم إن شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الأندية، ايه اللي انت مستنيه الأيام اللي جاية دي؟ مستني مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده، هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعودية. في السعودية. انت أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، الزملكاوية بيسقفوا أكيد. طيب خلينا أسألك بمناسبة الزمالك، ايه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شوية مشاكل، نفسك في ايه في الزمالك الفترة اللي جاية؟ نفسي صفقات اكتر. نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام. زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزة الجديد السبب النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في ايه تاني للزمالك؟ على فكرة الكابتن حسين لبيب اهو ورانا، رئيس نادي الزمالك. نفسك في ايه بقى تاني؟ نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سيادة الرئيس، ممكن نفسي في عطوية في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسة الفن والهندسة. الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عطوية في النادي اللي انا حبيته. عضوية؟ اه. طب ده يعني العضوية كلها موجودة ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده يا عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا هنا قاعده معانا، هتدوا له العضويه ولا ايه؟ اهو اتفضل. بكره الساعه 3 فخامة السيد الرئيس، بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعدادات. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، نعم، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بالصفقات الجديده. مش ما تقدرش واخد العضويه بقى عبد الرحمن. لا 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 لا.
طيب ان شاء الله نفسي اطلع في استديوهات تحليليه على طول مع الكباتن في الاستديوهات التحليليه لمباريات كره القدم في الدوري المصري. ربنا يكرمك. طب استاذنك يا ريس يطلع معايا النهارده بالليل في البرنامج؟ طبعا طبعا نتشرف ونحلل مع بعض ماتش الاهلي والزمالك. ليا الشرف. تنورني وتشرفني يا عبد الرحمن. فريده ما اتكلمتش ليه؟ فريده نعم فريده ما اتكلمتش ليه؟ نروح بقى لفريده القمر. فريده، عبد الرحمن طلع محلل كروي كبير قوي، انت بقى بتحبي ايه؟ انا بحب السباحه والتمثيل والالوان، وبحب الالوان. يا عسل. عايزه تقولي ايه لسياده الرئيس؟ عايزه اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن؟ تحت امرك. انا واصحابي عايزين نروح نشوف الحاجات الجميله اللي في العاصمه الاداريه اللي بنشوفها في التلفزيون، ممكن؟ ممكن جدا. ده الدكتور مصطفى نفسه ان انت تروح، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طبعا دي انتوا هتنوروا الدنيا والبركه كلها هتحصل بزيارتكم ليها ان شاء الله. لان ننظم رحلات مش بس من القاهره، من كل محافظات مصر للعاصمه. ايه تاني يا فريد؟ ايه تاني؟ شكرا ست رئيس. ده انا اللي يا حبيبتي حبيبتي. شكرا عبد الرحمن. مبروك العدو يا عبد الرحمن. الله يبارك في حضرتك. خلي بالك مني. خلي بالك مني. حاضر يا ريس. خد دماغك يا ريس. طيب. حدث كبير زي اللي احنا فيه النهارده هو ميزته مش بس انسانيه، هو ميزته كمان تشجيعيه، بدليل انه السنه اللي فاتت في فرنسا فيتشي 2023 ابطالنا حصدوا 27 ميداليه بين ذهب وفضه وبرونزيه على مستوى الالعاب في دوره الالعاب لذوي الإعاقة في فرنسا. كمان ثلاث سنين مصر بتستضيفها ضمن 330 بطولة استضفناها من ساعة ما كورونا اجتاحت العالم. أسيبكم مع أبطال مصر. مبروك 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 واهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. صباح الخير. الناس محمد عيد ابو جوده بطل العالم في السباحه، عندي 19 سنه، بلعب في نادي الشرق بورسعيد. صباح الخير. أنا علي عبد الله بطل العالم في ألعاب القوة، عندي 22 سنة، بلعب في نادي الجزيرة. السنة اللي فاتت لما حضرتك اتصورت معانا وعدناك هنرجع ميداليات كتيرة، ورجعنا ب 27 ميدالية، وأنا الحمد لله حصلت على الذهبية والفضية والبرونزية ورفعت علم بلدي. وأوعد حضرتك بطولة الجاية أرفع على مصر تاني. أنا كمان كنت في بطولة العالم في شي فرنسا 2023 وجبت الثلاث ميداليات فضة في لعبة ألعاب القوة. ممكن طلب من حضرتك؟ تحت أمركم. دورة الألعاب العالمية فيرتوس 2027 تبقى تحت رعاية حضرتك وتشرفها بالحضور، يعني رعاية وحضور حضرتك كمان لحفلة الافتتاح إن شاء الله، ممكن؟ إن شاء الله لو عايش من أهل الدنيا هتشرف أبقى موجود. دي أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية هنستضيف بطولة عالم خاصة بينا، وأنا الحمد لله فخور بنفسي ان انا صممت شعار الدورة دي.
شكرا يا فخامة الرئيس، أبطال مصر بيحبوك جدا. طب ممكن أجي أتصور مع أبطال مصر؟ تشرفنا تشرفنا. تعالى يا فخامة الرئيس بطل. كل سنة وانتوا بتجروا بتلعبوا ما بقيتوش تتعبوا. شكرا قوي.